تحية من صوت لبنان مع هذه الحلقة الجديدة من كواليس الأحد. تدل اليوميات السياسية في لبنان على انهيار مريع على كل المستويات. النائب صار أقرب إلى ابن الشارع، والمعالجات تقتصر على البيانات والتغريدات، ونار الأزمة الاقتصادية تعد بفصول جديدة سوداء. يكاد الضوء الباقي في آخر النفق ينطفئ، والمريض يعاني الترددات الكارثة التي لا تنتهي. يدخل لبنان غدا أسبوع الآلام لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، والسؤال المطروح: متى وكيف قيامة لبنان؟ هذا السؤال وغيرها من الأسئلة سنحاول الإجابة عنها مع ضيف كواليس الأحد اليوم، المحامي والبروفيسور في القانون الدولي شبلي ملاط. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بروفيسور. مرحبا دكتور. سؤالي، شو بيقول لك المشهد اللي عايشينه اليوم بلبنان؟ كان في عنا زميلي أظن رجعت من أوروبا مؤخرا، قال جو سوي رانتري ان ابسوردي. اي انا بسمع ابسوردي بالعربي، ما بعرف شو بدي اقول، التافه السخيف الغريب. في مشهد سوريالي بلبنان، ما اظن دولة فعلا اذا بنحكي بشكل جدي تلاقيت فيه، يعني في اوقات انهيارات بالدولة مثل الصومال. اليوم عنا الدولة منهارة بلا ما يكون في أشخاص عم بيهدوها، يعني ونشوفها بقصة الأزمة الاقتصادية. بالأزمة الاقتصادية ليش خاصة أزمتنا اقتصاديا؟ لما تقرير البنك الدولي بيقول أنه الأزمة الاقتصادية بلبنان ثالث أسوأ أزمة 150 سنة، هذا التقرير الشهير اللي صدر سنة الماضية، فات عليهم موضوع مهم، انه بكل دولة فيها ازمة عادة الحكومة موجودة وبتتحرك. نحن من وقت ما بدأت الانهيار بتشرين 2019 ما عملت شيء الحكومة، بقى في شواذ بلبنان خاص. نحن نعرفه من زمان انه بلد صعب بسبب هالنظام الدستوري التوافقي، اتحاد الطوائف دستوريا، إنما هالغياب للحكومة الموجود بالبلد وهطلب الناس للدولة ما عنده شبيه بالعالم. يعني بس هيدا هالغياب منه إرادي، منه فعل إرادي، يعني في ناس مقررين ما يعملوا شيء. هيدي في طروحات هيك، بس أنا بعتقد أعمق الموضوع من هيك. يعني بلبنان دايما كان صعب الحكم، لأنه دستورياً الحكم مش مبني مثل الديمقراطيات الأخرى على أساس الأغلبية النيابية أو الأغلبية الانتخابية. اليوم بلد فرنسا أو إيطاليا بيصير في انتخاب، بيطلع أغلبية، وإذا ما طلعت أغلبية بيصير في تحالف بين القوى السياسية، بين القوى، بين الأحزاب اللي أخذت أرقام تجعل هالمجموعة مجموعة تعتبر أغلبية، وهولي بيكونوا بالمعارضة. بلبنان ما حدا بيعرف مين بالحكم ومين بالمعارضة. يعني وقيت في عندك أشخاص بالحكم بيقولوا عن حالهم هن معارضة. بقى في خلل بالنظام الدستوري اللبناني خاص بيجعله تاريخيا صعب كتير الحكم فيه، لأنه مبني على تآلفات أوسع من الأغلبية المطلوبة بديمقراطية، وهذه بتجعل تحرك البلد دائما صعب. بروفيسور ملاط، اللي طرحته كتير مهم وبدل أنه المشكلة بدها علاج جذري. يعني في مشكلة بالنظام، صحيح، منا مشكلة انتخاب رئيس جمهورية، وشفناها عند تأليف الحكومات شو كان يصير. الوزير زياد بارود بيقول أنه أمضى لبنان كل عمره بحكومات تصريف أعمال، عطول كان تصريف أعمال. طيب الحل شو لنطلع من هالمشكلة هاي؟ ما هو الحل أول شيء يكون في حكومة. يكون في حكومة ببلدنا بده يكون في رئيس جمهورية. من نتائج هالخلل الدستوري صعوبة انتخاب رئيس جمهورية، يعني بنبقى سنتين ثلاثة بلا رئيس جمهورية، طب كيف بده يصير في حكم؟ سبب عدم وجود رئيس الجمهورية
هو هالصعوبة الدستورية يلي اختلقوها بشكل انه اليوم ما في نصاب الا اذا في تلتين من النواب موجودين. طيب تلتين انه ما في بلد بالعالم ممكن ينتج رئيس جمهورية، لانه التلت النواب ما بيجوا على الجلسة ما بقعد في رئيس. طيب هيدي الظاهرة ناجي عن نظامنا الدستوري، بس عندها كمان يعني الفترة الأخيرة اشتغلت كتير دكتور على أوراق ميشيل شيحة. ميشيل شيحة هو وضع دستورنا، كان عنا تردد، كان ينحكى أنه ميشيل شيحة وضع الدستور، ونحن أصلا ما بنعرف إذا دستورنا وضع أصلا بالعربي أو بالفرنسي. بقى اتضح أنه في جواب اليوم، لأنه أوراق ميشيل شيحة العائلة الكريمة أعطتني إياها حتى يكون في دراسة دستورية حوله. والنص بشو طلع؟ بالعربي النص طلع بالفرنساوي، وخطه كتير حلو يعني، وفي في نسخ بتشوف تحرك الدستور من أول نص وضعه الشيحة بتقديري أنا صوب تالت شهر أو تاني شهر من سنة 26. بقى بالموضوع الرئاسي ما كان عنده تصور هيك يعني شيحة، أنه بيصير في تعطيل بالشكل، ما بيجي النصاب. يعني معقول نواب هيدا امبريفيزيبل كان هيدا الشيء؟ ما بيقدر واحد، لانه في يعني اليوم انت ما بتعمل مجلس اداره، بتعمل مجلس اداره، اجتماع مجلس اداره، اذا ما اجى واحد بيعطل مجلس الاداره، اذا ثلاثه ما اجوا على 10 بيعطلوا مجلس الاداره، مش رح يمشي. واصلا هيك بنشوفه المجلس الدستوري، اخذوا هالنسق انه اذا في ثلاث اشخاص مش موجودين ما في مجلس دستوري. كيف بدك يعني؟ بتعني انه القاضي يلي حابب يعمل شيء اوكي يكون نتيجة قرار باتجاه ما، هالقاضي بيقول لا ما حانجح انا فيها، الاغلبية ضدي، ما بيجي على الجلسة. يعني بقى يعني كل النظام في جذور النظام في سقافة التعطيل، يعني طبعا في شيء بيدل انه التعطيل ممكن، وعند الممارسي هذه الثقافة عم تترسخ، لأنه شفنا بال 2014 عم نرجع نشوفها هلا، وشفناها بتأليف الحكومات. مزبوط. ولا يزال، وهذه مشكلة، هذه بتجعل مؤخرا لموند فرنسا عنوان ليبان سمونسر انغوفرنابل، يعني في شيء لا يحكم يا سيدي، مستحيل يحكم. طيب هلا كيف دونك هيدي بدها قضية، بس كيف بدك تعمل بداية إصلاح إذا ما في رئيس جمهورية؟ كل شيء معطل اليوم، ما بيقدر مرسوم يطلع لأنه بحاجة لإمضاء رئيس الجمهورية. بديروا على موضوع رئاسة الجمهورية، اسمك مرشح، طرحك النائب السابق وليد جنبلاط، ودجا الاسم طرح بالاستحقاقات السابقة. هذا الممارسة الديمقراطية أو التقليدية خليني أقول بلبنان، في له محل شبلي ملاط بهالجو هيدا بالأفكار اللي عم تحكيها؟ شوف دكتور، أنا مبدأي قد ما يكون الواحد صادق مع نفسه، صادق مع نفسه يعني حديثه الخاص مثل حديثه العام. يعني هالجلسة الحلوة مع حضرتكم اليوم، إذا قاعدين على عشية على كيس ويسكي، حديثي زيته يعني، وحديثي مع الناس زيته. يلي في مشكلة بلبنان هالعقلية، انه بفكر واحد هو عبقري وبيعمل هالتخيط ورا الكواليس، وهي وبيروح بزر لي هالرئيس وهديك الرئيس حتى يقوي إمكانية وصوله لمهمة ما. انا هيدي ما عندي اياها. بقى يلي بيهمني بالموضوع مش قصة رئاسة، بيهمني موضوعين واللقاء معكم منهم. الموضوع الاول انه يكون في رئيس، يعني بلد بلا رئيس ما حيمشي. بقى ان كان شخصي او حدا تاني لازم يكون في رئيس، مش معقول يضل دكتور. لا يكون في رئيس شو لازم يصير يعني عم بالعمل؟ شوف انا عندي تعييب اليوم اللي سبب طرحته مزبوط، انه اليوم انا ما عندي وجود، كان انا ماني رجل سياسي عم بعمل سياسي بمارسها، انا محامي وعندي بعض العلاقات الدوليه وعندي تاريخ وعندي مواقف مثل بيقولوا الامريكان public intellectual، يعني بكتب بالجرايد بقول شو رايي. اليوم برزت القصة لأنه وليد جنبلاط طرح اسمي، والسبب يلي اليوم هالزخم بهالموضوع وضيافتكم إلي موجودة بهالسبب، لأنه طلع معه حق وليد جنبلاط. يعني بدأت الأمور أنه طيب
انتخاب طبيعي. لو في انتخاب طبيعي بالبلد بينزل الاستاذ ميشيل معوض ضد الاستاذ سليمان فرنجيه، يلي عنده الاغلبيه بيربح. البلد منه هيك، لانه في هالتعطيل اللي بيصير. هالتعطيل اللي بيصير انه اليوم الناس اللي ما بدهم سليمان فرنجيه مجرد انه ما ينزلوا على الجلسه وعندهم اعداد كافيه تيكون عندهم تلت. والعكس صحيح، يعني مشان معوض وصل لمرحلة لا بأس بها بالأصوات. طيب ترحوها على المجموعة. قلنا من الفترة السابقة، خاصة الفترة السابقة، لأنه قبل ما كان في انتخابات كانوا السوريين يقولوا هذا رئيس جمهورية ومش الحال. لما انتركوا السوريين رجعت اللعبة الديمقراطية بشكل محدود. هاللعبة الديمقراطية صار تفسيرها بشكل غلط، دخلنا بهالنمط الدستوري المستحيل، واليوم ما بيقدر لا سليمان فرنجيه ولا ميشيل معوض. جنبلاط شافها من الاول وقال لهم يا عمي بدكم تلاقوا شخص ما يكون ما يبين شخص تحدي. لما طلع معوض دعمه، بعدين ما توصل معوض بسبب الفكره انه النصاب لا سقفه عالي. مرق الوقت روحنا الاستحقاق. الاستحقاق كان ب 30 ايلول، كان لازم بشكل ضروري انه يكون في رئيس ب 30 ايلول. هلا اللي صار، انا بتعرف عندي علاقه قديمه مع وليد جنبلاط، وللامور الاساسيه يعني بشوفها مهمه بتصل فيه تاقترح عليه شيء لانه بعرف انه بيسمع لي. بقى كتبت له باول صيف، قلت له لازم يحترم الاستحقاق الدستوري. وقتها بتذكر اجا كان عنده اول لقاء مع حزب الله، وبعدها بنهار الدكتور جعجع عمل تويت على عم يشجعه لوليد جنبلاط، يعني ما كان فيه. قلت له وضعت حالك بمظبوط هيدا الموقف اللي عم تعمله، بس دخيلك خليها تنعمل بالتحقيق الدستوري، وركز مع الاستاذ نبيه بري على الموضوع تصير العمليه، لانه كنت خاشي كمان انه ميشيل عون ما يترك. بقى كنا دخلنا بموضوع كتير. بقى شدوا همتكم تفقوا على شخص، انت والاستاذ نبيه والدكتور جعجع. الاستاذ نبيه بجر حزب الله وبيصير في رئيس ما منتعطل مثل هذيك المرة، معقول ضل سنتين ونص. هلا ما مشيت لأسباب مختلفة. أنا تأخرت شوي بالمكاتبة، الاستاذ جنبلاط تأخر شوي ببعض العلاقات، وأعتقد هو كان قناعته أنه حتى هاي ما حتكون سهلة. على كل حال هيك صارت. هلا اليوم هذا الموضوع اليوم أنه واضح، ما بده فلسفة. حزب الله يعطل الاستحقاق الرئاسي، صحيح. الهدف شو؟ يعطل حزب الله لأنه ما بده حزب الله يجي شخص ضده بقوله. والدكتور جعجع ما بقى في إلا شخص واحد بس يقدر. لا، اللعبة بتعرف أنه اللعبة فيها فن أكتر من هيك. تنكون منصفين، الدكتور جعجع إذا بدون يتشفوا بالاستاذ سليمان فرنجية حزب الله وهي مع كل هاي بيعطل، وقاله وحقه يعطل، ولك بيعطله وهو بيعطل. شو ممكن عملنا؟ مشان هيك حظوظ سليمان فرنجية اليوم مش جدية. لو شو ما عملوا الفرنسيين والسعوديين، إذا قال الدكتور جعجع أنا ما بدي امشي فيه للرجل، ومنعرف إنه ما في وئام بيناتهم، مش حيش. دونك رجعنا على طرح جنبلاط. لما طرح قال جنبلاط خان لا نقب عن شخص ثالث، طلع باسمي كمان لانه في في حدا مش وحده، بس في حدا غير وليد بيك طرح اسمك؟ يعني فاتح في هالجمعة طرحه الاستاذ ريفي، يعني تتداول الامور. طيب انت من عائله بيعني لها القانون كثير. لبنان بده دوله قانون ولا دوله حقوق؟ ها حلو، شو الفرق عندكم دكتور؟ القانون هو قائم على المحاسبة، الحقوق في حقوق منكرسها للناس بتصير الأمور بشكل كتير عادل. يمكن فكرة المحاسبة أوضح بدولة القانون. حلو، شوف هاي جديدة علي كرجل دستور. ممنونة. ما بعمل فرق أنا بالتنين، لأنه دولة القانون هي أساسها لشو؟ تتحمي حقوق المواطن. من حقوق المواطن أنه يكون عنده رئيس جمهورية ويكون ممثل له. بقى بهالخيار بعتقد دولة القانون أهم، ضرورية أكتر اليوم. والطلب لدولة القانون، يعني هالشخص هالفرد اللبناني حقوقه مهانة. إذا ما في حكومة تحميها، ما في قضاء يحميها، مش موجودة.
لحسن حظنا بلبنان بعدنا أحسن من أغلب دول المنطقة يعني. طيب ليش فكرة المحاسة بغيبي؟ يعني هلأ كنا عم نشوف الشرق الأوسط الصفحة الأولى العنوان فيها نيويورك تستعد أمنيا لاستقبال المتهم ترامب، يعني رئيس جمهورية سابق قدام القضاء بيشرف بيمسل إلى آخره. نحن ليش فكرة المحاسبة على مدى 100 سنة ما قدرنا وصلنا لها؟ شوف دكتور، أنا برأيي في مستويين، في المستوى القضائي اللي عم تشوفه عند ترامب، في المستوى السياسي. نحن حتى المستوى السياسي ما توصلنا له. شو يعني؟ يعني اليوم بيعمل شيء، خد مثلا موضوع أنا بهمني، الأستاذ رياض سلامة 25 سنة بحاكمية مصرف لبنان، بيصير الانهيار يلي صار من 3 سنين ما بيترك. طب انه في شيء مش طبيعي بالعملية، يعني الأخطاء اللي بتصير. الرئيس ميشيل عون بينهار البلد ما بيترك. طب هيدي محاسبة سياسية، مفروض هيك تصير. وقام الشعب انه تفضل ترك للرئيس عون، أخطأت جيد بالقوة فرضت حالك علينا تفضل ترك. هيدا كان المطلب الأساسي، ما بيترك. بقى بلد ما في محاسبة سياسية أساسية بالموضوع مستحيل يمشي. المحاسبة القضائية مستوى أرفع، يعني كمان ما بدي يتصور الواحد رئيس جمهورية. الحقيقة إنه الديمقراطية بأمريكا تتعثر بشكل مخيف. يعني لما تفكر إنه شخص مثل ترامب صار رئيس جمهورية، في شيء مشكلة بالعالم، وعم نشوفها يعني بهالما يسمى بالرجال الأقوياء. في انهيار للثقافة الديمقراطية بالعالم، ومنها انه ما بيستيلوا اليوم. ما عاد في قيادات عالمية بتستيل. كان بزمانات تشرشل اقل شغلة بيترك رؤساء الوزراء العظام ببريطانيا، كانوا يتركوا لما يكون في ازمة حادة ويشوفوا انه ما عم يدروا يتخطوها، وانه شخص عم يكون عائق لانه الثقة الأساسية مع الشعب انفقدت. نحن بالعالم الثالث، ومشكلة ترامب أنه خفض المستوى السياسي. هلأ عم يدفع حقها، لأنه استطلاعات الرأي بتقول ممكن يرجع ينتخب. يعني كمان في شيء مش طبيعي بالقصة. بقى هيدي موضوع بده حديث طويل. الديمقراطية بأمريكا عندها مشكلة. هلأ نحن مشكلتنا أعمق شوي بس في عندها تجانس. يعني اليوم بتصير قصة المرفأ، طب معقول ما حدا يتحاسب عليها؟ ومين أول؟ وميشيل عون عارف قبل بأسبوعين أنا عالم فيها. طب شو عملت؟ قال عملت اللازم. طب عملت اللازم، صار في إنجار راح 200 شخص فيه، ما في نتيجة عليك؟ إنه شو بقى هيدي الأمور؟ مش عم بحكي عن نتيجة قضائية، يعني بيسوى الرجل هو مراجعة شخصية الشخص، يعني شيء أقل شيء تنعمل قضية. بس هيدي الظاهرة مشكلة كبيرة. يعني البروفيسور شبلي ملاط كتبت عن فلسفة اللاعنف، يعني غريب شوي نحكي عن اللاعنف بممارسة ببلد تقليدي مثل لبنان. العنف وين ما كان، في عنف لفظي، في عنف بالممارسة إلى آخره. ما كنت هيك شوي إيتوبيك بهذا الموضوع؟ شوفوا دكتور، أنا هذا الكتاب مش عن لبنان، عن ظاهرة جربت أفهمها. هي كانوا يسموها الربيع العربي، وأنا بسميها ثورة الشرق الأوسط. ثورة الشرق الأوسط ميزتها الأساسية أصلا لما بدأت سنة 2010 اللا عنف. يعني بتونس أسقطوا طاغية كان قاعد بالحكم 25 سنة بلا عنف. بمصر أسقطوا ديكتاتورية مبارك بجمعتين بلا عنف. باليمن قليل اليمن لما تفكر فيها انه ينزلوا هالاشخاص بالملايين. هلا ببلد مثل سوريا بدات هيك كمان. للاسف فشلت الثوره العربيه لا عنفيه، ودخلنا ب وحشيه لا 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 عمق لها. انا كان بهمني هالظاهره انه بهالعالم العربي، يعني يا محلى نحن نشبه لنا العالم العربي، يعني نفكر حالنا متطورين أكثر بكتير. بس إنه هالميزة العنف بالحكومات العربية بتعاملها مع مواطنيها
مذهلة. كان المنطقة الوحيدة بالعالم كله تراجعت فيها الديمقراطية بشكل أساسي، فيما كل باقي بلدان العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بأفريقيا صار في تحرر كبير بالدول من طغاتهم. بقى كان هاي بدي افهمها. بقى هالكتاب كان انه على اساس نجح، كيف نجحت هالثورة حتى مرحليا. وانا عندي قناعة انا من ابناء ثورة 2006، يعني ثورة الارز 2005 وانا كتبت وقتها كتاب، عندي كتاب عنها، عن اللاعنف بثورة، ميزتها سنة 2005 انه تخلصنا من سيطرة سورية من عشرات الالاف من الجنود بلا اطلاق من طرفنا، اطلاق النار عليهم. وهذا حديث طويل كان عندي مع البترك، وهي في شيء عظيم بهالبلد من الناحية. ومن سنتين زيت الشيء هالثورة ما كان فيها عنف اللي عملناها. بقى هيدي عندي قناعة انه منا ايتوبيك، يعني انا عم حلل شيء صار، مش عم بخترع شيء يوتوبيا انه هيك لازم يصير. انا عم حلل شيء صار وعم ركز عليه لانه بعرف انه بيسوى تقلب عنفيا الامور. كيف بيولد العنف؟ يعني كان عم تحكي في ثورة بلشت سلمية، اما ما في دولة، مين اللي حولها لثورات عنفية؟ هيدي اكتر شيء عدم نجاحها. يعني لما تسكر الامور مثل ما بيقولوا حديثنا انه جربنا ونزلنا على الشارع وما تحرك شيء بلبنان كان لازم نقتلهم. ونقال بلبنان الثورة بدها دم. اي انا ماني مقتنع ابدا، انا بعتقد الدم بيقتل الثورة. بقى كان جهدي كل هالفترة انه لا، في ميزتين بهالثورة عنا، انه لا عنفية فيها قيادة نسائية اساسية. هول الظاهرتين كتير كتير مهمين لازم نحافظ عليها حتى اذا خسرنا، لانه بعدين بضل فيه، بتضل بالوجدين وبفترة تانية بنرجع بنقدر نحييها. بدي روح على العملي معك بروفيسور شبلي ملاط بكواليس الأحد. أي رئيس سيكون شبلي ملاط؟ بدي روح على إشي عملية. نعم. في عنا مشكلة اسمها سلاح حزب الله، كيف بدك تتعامل مع هذا الموضوع؟ أنا رجل قانون، ورجل قانون مستحيل يفكر بدولة فيها، شو كان يقول استسلام جماعة الماضي، فيها سلاحين. ما يعني حتى إيران ما بتقبل بحزب الله. يعني ما في مجموعة خارج سيطرة الحكومة الإيرانية حامل سلاح بإيران. نحن عنا ظروف بقصة حزب الله، احتلال إسرائيل إلى آخره، بس تمادت بشكل مش طبيعي من بعد الانسحاب الإسرائيلي، لأنه ما عاد في داعي لهالسلاح. كان السلاح موجه فعلا بشكل أساسي إلى إنهاء الاحتلال ونجحوا. طب حافظوا على سلاحهم، بعدين بده يجي فترة مستحيل انه تضل هاي العملية. وانا سامع نصر الله سنة 2005 يعني عم بيقول بدنا منلاقي طريقة مع الجيش، شوف في مثل ما عملوا سنة 90 لما هالميليشيات كلها لقيت فورميول مع الجيش حتى تسلم سلاحها. ليه ما عم بتصير هاي؟ ما عم تصير لانه حزب الله ما بده يسلم سلاحه. انا من الاشخاص اللي مقتنعين انه ما بيقدر واحد يفرض على حزب الله تسليم سلاحه بالقوة. يعني من الاطروحات الممكنة، هلأ منا مطروحة بس وجهة تجي، انه طيب الجيش بيعمل معركة مع حزب الله تيخضعه للسلاح الشرعي وبيسوى توصل لهون. انا ضدها، يعني انا ماني مقتنع انه كمان من في سبيل من سبيل اللاعنف انه واحد يقدر يدخل بالشكل القاسي الدموي، لأنه رح تكلف كتير، لإخضاع حتى مبدأ هو صحيح بالأصل، أنه مجموعة مسلحة بلبنان خارج إطار الدولة مجموعة لا شرعية. هلأ كيف بدنا نعمل؟ بدنا أفكار جديدة، لأنه مصطدمين جربوها كلها وما في ولا فكرة جديدة. أنا اقتراحي أنه نبلش مع حزب الله بطرح مختلف. شو موقفنا من إسرائيل؟ القضية الأساسية اليوم يلي بيتلطى وراها حزب الله أنه مين بده يدافع عني إذا إسرائيل رجعت احتلت مثل ما عمليت سنة الـ 1976، ذكر الجدار وبعدين اتطورت بعدين احتلوا بيروت، أنه مين بده يحميني أنا؟ الجيش ما عم يحميني. وتقول طيب الجيش بيحميك ولو؟ يقولي طيب كيف؟ وصلوا مع الرئيس سليمان لأنه استراتيجية دفاعية بنعملها شو. أنا قراءتي للأمور أنه هاي لا تفي بمتطلبات حزب الله المشروعة.
وهي يكون عندنا سياسة واضحة تجاه إسرائيل. هو عم بيطالب إنه يكون الجيش مقاتل أكثر من زوده بسلاح أكثر، وإنه هيدا الموضوع مش بإيدنا، منا قادرين نأمن، لأنه تسليح الجيش عم بيقول بمنطق حزب الله ممنوع بمحل معين السلاح النووي. ممكن إيه، معقول يكون معه حق، بس أنا مشان هيك بعتقد لازم نتخطاها تنقول طيب شو علاقة لبنان بإسرائيل؟ واضح شو هي العلاقة، شو بده يكون فيها شيء جديد؟ لا، وهذه دولة عدوة لا، وكل لبنان ضده. طب وبعدين دولة عدوة وشو عملنا؟ نقدر نعمل حرب مع إسرائيل؟ وأنا من أشخاص المقتنعين باللا عنف. اليوم ما بدي أنا سنة 2006 لما صارت الخطف الإسرائيليين على الحدود أخذت موقف واضح إنه نحنا شو عم تعملوا يا جماعة؟ أخذتونا على الحرب ما بدنا إياها، والحرب أصلا غير مفيدة، لح يموت شباب لبناني لشو؟ بقى اليوم المشكلة برأيي إنه ما عم يكون عنا تصور شجاع أكثر تجاه إسرائيل، وأنا ماني محبز لاستراتيجية دفاعية، أنا بدي استراتيجية هجومية على إسرائيل، بس مش بالضرورة بالسلاح. اليوم تنهد إسرائيل من الداخل على أساس اللا عنف، وهذا اللي عم بيصير اليوم. هذا اللي عم بيصير حاليا بإسرائيل. بقى هاي الفكرة برأيي أجدى بكتير من أي سلاح، وهيدي بتتخطى شوي. بس المشكلة دكتور إنه ما عنا حديث مع حزب الله، إنه ما بقدر ما بقعد أنا مع نصر الله وبقول له طب خلينا نفكر سوا بالموضوع، لأنه عندهم هالموقف هو. لأنه هو عم بيحاول يملي السياسة اللي بده إياها، مش طرحها للنقاش. بيقول أنا هيدا سلاحي بدي أحتفظ فيه وبدكم تأيدوني. مظبوط، وهيدا تصرف غير ديمقراطي أنا برأيي، مشكلة. يعني طيب. الحزب فيه تصرف غير ديمقراطي مش طبيعي، لازم بلبنان يتعود، وبلش يتعود بس مش بشكل كافي، وبيتعود لما يصير في حوار جدي مع حزب الله مثلا مع هالمرشحين الرئاسيين، انه طيب شو عم يطرح، مين فيه القائد الجيش يحكي، قائد الجيش ما عنده صوت. مش مزبوط، اذا انا مش ضد انه يجي قائد الجيش رئيس جمهورية، في مشكلة دستورية عميقة يعني تغيروا الدستور ما بحبزها، بس انه الوضع اليوم شوي خاص، والرجل مطروح اسمه، طب بدنا نسمع صوته الرجل ما بنعرف شيء عنه. اصدقاء اخرين اليوم يعني الاستاذ جهاد عزعور، طب جهاد عزعور عم يعمل ما بنعرف شيء عنه لا جهاد غير انه طيب رجل محترم واقتصادي وعنده مركز مهم بالمحافل الدولية. طب بس شو تصوره للبنان؟ مش معقول هالعملية الرئاسية عم بتصير والأشخاص اللي عم يحكوا عنهم تيتبوقوا الصدارة بالبلد هالناس ما بيعرف شي عنها. بروفيسور شبلي ملاط، بدنا نحاول نعرف شي عن الشغور الرئاسي وكيفية مقاربة هذا الموضوع. قراءة سياسية، ينضم إلينا عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله. صباح الخير. صباح النور، تحية لك وضيفك الكريم، مرشحينا الأساسيين، مرشحكم، تحية وتحية للمستمعين. أكيد سؤالي هو عن آفاق الاستحقاق الرئاسي أستاذ بلال، بضوء زيارة النائب السابق إسلامية فرنجية باريس، شو المعلومات اللي عندك؟ أعتقد الاستحقاق الرئاسي يجب النظر إليه من مقاربة التقارب السعودي الإيراني قبل زيارات إلى باريس، ويبدو أنه بدل أن يكون هناك تسهيل لهذا الاستحقاق داخليا في إطار توسيع المساحات المشتركة بين الفرقاء والتفكير جديا عن مرشح توافقي رؤيوي قادر على إنقاذ البلد وإعادة فتحه لعمق العربي والدولي، نرى أنه بعض القوى السياسية استنفرت وكأنه هناك خوف من أن تكون التسوية على حسابها. لذلك أعتقد اليوم الناخب الأساسي ليس الخارج وليست هذه الأصوات، الناخب الأساسي يجب أن يكون ألم الناس ووجع الناس ومعاناة الناس وهجرة الشباب وانهيار نظامنا الصحي والتربوي. يعني إذا لم يكن هناك مرشح يتحسس هذه الآلام وهذه الأوجاع، كيف سينقذ البلد؟ على أي صعيد وبأي اتجاه؟ لذلك أعتقد أنه اليوم المهم أن ننجز الوفاق الداخلي بالحد الأدنى،
لأنه إذا كان هناك من ينتظر حتى التقارب السعودي الإيراني لبنان ليس أولوية به، هناك أولوية أخرى من اليمن وغير اليمن. وأعتقد يعني حتى فرنسا وغير فرنسا مؤثرة بالصراخ الداخلي اللبناني، ولكن حان الأوان أن ننجز بالحد الأدنى دسي وطنية داخلية. العالم كله حتى فرنسا، نحن كنا يعني الأسبوع الماضي بلجيكا منشغل بحرب أوكرانيا وليس بلبنان. بالمعلومات استاذ بلال، يعني اللبنانيون جميعا أننا لسنا في موقع الاهتمام الدولي والإقليمي الأولي، نحن على هامش المعادلات الإقليمية والدولية. في معلومات بأن اللقاء الديمقراطي حسم أمره نهائيا، أصوات اللقاء الديمقراطي لن تكون لسليمان فرنجي شو ما كانت الأوضاع، مثل هذه المعلومات دقيقة؟ لا أريد أن يعني يصور الموضوع وكأنه موقف لسليمان فرنجي كشخص، نحن يعني لنا علاقات تاريخية مع فرنجي جد، وهذا الموضوع خارج إطار الشخصي. نحن اللقاء الديمقراطي لأنه طلع كثير كلام بالإعلام، كل لقاء لنا مع حزب الله أو مع قوة سياسية أو مع جبران باسيل أو مع حلفائنا أو منسق معهم دائما يطلع لك تحليل، وأنه وليد جملاط الحزب الاشتراكي أخذ هذا الخيار ورجع لهذا الخيار، خضع لهيمنة أو طلب هذا الفريق أو الآخري. وليد جملاط الحزب الاشتراكي من أول يوم الساعة الانتخابية كان عم بيطالب برئيس غير رئيس تحدي، لذلك طرح هذا الموضوع مع حزب الله الناخب الأساسي من الفريق الآخر، وما زلنا باللقاء الثاني طرح أيضا، وما زلنا على نفس الموقف. حتى يعني مخيلات الإعلام أو بعض الإعلام ذهبت إلى مكان وكأنه يعني وليد جملاط يريد هذا الشخص وتيمور جملاط لا يريده، يعني لكن مخيلة وصارت. فأعتقد لا، المنسجم مع نفسه الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي هو الطرف الوحيد الذي يتحدث مع كل الناس مع كل الفرقاء بالداخل والخارج، هو الطرف الوحيد الذي كان عنده جرأة يطرح أسماء، ومن ضمن اسم ضيفك الكريم اللي بنعتز فيه وبتاريخه وبتاريخ عائلته. فليتفضل الآخرون إلى التسوية. هذه السقوف المرتفعة التي يعني لم تتراجع نبرتها طول هالأسبوعين الثلاثة بعتقد ليست يعني مؤشر للخير وللحل. منك كثير متأمل اللبنانيون أنه بهذا التعقيد الإقليمي والدولي بالحرب الكونية القائمة بال 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 إذا بدك الانقلاب اللي حصل بقيادة الصين بالمصالحة السعودية الإيرانية، يجب أن نقرأ هذه المسائل ونرتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية اللبنانية وليس إلى مستوى الاستنفاط التقليدية لهذا الفريق أو ذاك الفريق. هذا ما يطرحه وليد جملاط، هذا ما يعمل له تيمور جملاط واللقاء الديمقراطي على كافة الأطراف. بدي أتشكرك عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله، وأعود تحياتي لك. برجع لضيفي بكواليس الأحد البروفيسور شبلي ملاط، تعليقك أول شيء على الشيء اللي سمعته. لا، اللي عم يقوله الأستاذ بلال صحيح، أنه هذا هو موقف وليد جملاط من الأول، أنه القراءة للأمور قراءة تتطلب رجل لا يعتبر رجل تحدي، مش رجل تحدي، لأنه حق معهم سليمان فرنجية وميشيل معوض عم يقولوا نحن منا رجال تحدي، بس من بالسياق اللي عم بيصير الأمور يعتبران رجالي الطرفين الأقصيين، حتى إذا مش مزبوطة بالهاي. هل دونك الحديث عن الشخص الثالث مثل الأول واضح. هلأ اليوم البلد كله تواجه اتفق على هالموضوع، اليوم اتفق على الموضوع، حتى الشيخ نعيم قاسم قال بتويت جماعة الماضي انه خلينا نحكي تنشوف شخص، مش عم يقولوا بقى بحزب الله مثل ما كانوا انه نحن مع سليمان فرنجي ولا احد. هيدي كتير مهمة. هلأ اليوم كيف الحوار رح يصير؟ انا حابب ان الحوار يكون بقدر الامكان مفتوح، وطرحت وقتها على الرئيس بري. كيف يعني مفتوح؟ انه طب ميف كم مرشح فيه؟ 4-5 اليوم. اوكي، يتحاوروا علنيا مثل عندك، يصير في مسجلات تلفزيونية مثل بالغرب بتصير، مثل بالدول الديمقراطية يعني مش بس بالغرب. بس الفرق انه هونيك الناس الشعب هو الذي ينتخب الرئيس، ما بيهم نحكي 128 نايب. معلش انا اقتراحي كان الاصلي بالمجلس النيابي يرتب الرئيس بري، ما مش الرئيس بري تردد
بس ما مش كانت ساعدتنا كتير تتتحل. هذا الحوار المفتوح لشو بيوصل برأيك؟ بحل الأمور، بصير الناس يتحمسوا لشخص، بصير النواب يسمعوا عندهم خيار كمان، بصير أفكار جديدة، هي أهم شيء، بيطلع أفكار جديدة بالبلد بتسمح لما يصير فيه، لما يجي رئيس أنه يكون استويت بعض الأمور الجديدة اللي ما موجودة على الساحة اليوم، القضية الاقتصادية بشكل أساسي. رح نحكي عن الموضوع الاقتصادي بعد شوي، بس خليني بالموضوع السياسي. بما أنه عم تحكي عن أفكار جديدة، في أفكار عم تنطرح اليوم أنه النظام المركزي فيه مشكلة أدى إلى ما أدى إليه. هل مشكلة لبنان سببها هذا النظام المركزي برأيك أول شيء؟ لا أبداً. شو مشكلته لبنان؟ أول شيء بالدستور من بعد الطائف تركيز اللامركزية الموسعة وكذا، وصار في تحقيق لشو المركزية الموسعة. يعني مثلاً بدل ما تطلب جواز سفرك من بيروت بتطلبه ببكفية مثلاً إذا في مركز. لا هي لا حصرية عم تحكي اللامركزية. هي اللامركزية. هذه أحد أوجه المبسطة لللامركزية. والبلديات عندها قوة. البلديات تماما. مش بس عندها مكوس، عندها ضرائب. طيب شو بتقول للي بيقول إنه لازم نروح على هيئات محلية، يعني مجلس قضاء يتولى السلطة محليا؟ مجلس قضاء شو يعني مجلس قضاء؟ يعني هيئة منتخبة تحكم هذا القضاء، تدير شؤون القضاء. طيب تعطيك مثلا إنه مش بهالسهولة الأمور. حكي عن اتفاق الطائف، يعني حكي عن مجلس القضاء. اليوم في دستوريا ثلاث امكانات لمستقبل البلد. في اللي بسموه لا مركزيه موسعه، واللي برايي قريبه من الفيدراليه، يعني اوجه احد اوجه، والفيدراليه برايي متقدمه دستوريا على لا مركزيه الموسعه، بنقدر نحكي فيها. وفي الموضوع الثالث التقسيم، يتركوا. بتقلي لا مركزية موسعة مع القضاء اليوم بيطلع حدا. مركزية إدارية، ما عم نحكي لا مركزية سياسية، يعني ما بنروح على إدارية. موجودة في كتير إشياء بالبلد، موجودة منها البلديات هي اللي الرخص اللي بتروح، وهي كلها محلية. هلا في إشياء أساسية، في إشياء أساسية بالبلد. لا حاطيك مثلا، تصور اليوم إنه بصور يطلع قرار من مركز محلي، هيدا سلطة محلية، ما هيك يقول ممنوع المشروب. إذا أعطيتها سلطة ممنوع المشروب، منعتها. هيدي قضية مركزية، ما بتقدر بالبلد تخلي مجموعة صغيرة تقول ممنوع. مثل اللي بتصير إنه ما قالون حق البلديات اللي يقولوا ممنوع السوريين بعد الساعة 6 بالطرقات، أو عم يعملوها. مش مزبوطة دستوريا. هيدي قضية أساسية وطنية بتقررها الحكومة المركزية. في إشياء ما بتقدر تترك. هلا الصلاحيات يمكن بتتوزع، بتتحدد، بتنعرف، بس انا اللي عم بقصده بهذا الموضوع، في مشاكل عم بيعيشوها اللبنانيين، مثلا مشكله الكهرباء. منطقه مثل زحله لقت حل لهذا الموضوع، ليش لبدنا نروح على حل مركزي ما عم يوصل؟ انا معك، والبرهان انه مش بزحله وما حدا تعدى عليها. انا عم بطرح مثلا، وعم نطرح، انا عم اطرح بشكل جدي، يعني انه كهرباء بطرابلس 24 ساعه، ليش تنطر البلد كله؟ إذا بنقدر نعمل اتفاق مثلا مع الحكومة الألمانية يلي أجهضوها حتى يعطوا كهرباء للبلد كله، تنعمل مع طرابلس يلي أكثر الحاجات إلها بسبب الفقر المدقع في طرابلس، نعطي أمل لهالشباب طرابلس أنه بتكون تجربة مثالية بتبعها باقي البلد، ما عندي مانع. هذه كتير منيحة. استاذ ملاط، سؤالي اللي عم يطرحوه الناس انه في خطر وجودي يتهدد لبنان، برايك هل قد المشكله اليوم لبنان يبقى او لا يبقى؟ لا ما بدي، طالما ما في عنف انا ما عندي الخشي. ممكن يصير في عنف بيوم من الايام؟ طبعا. ومشان هيك عندنا شعب، نحن يتطلب الاحترام العظيم. ليه؟ لانه ما عم يلجأ للعنف. هيدي ظاهره، هيدا ظاهرة عظيمة. الاستثناءات عم تكون مع حزب الله. البعض بيقول عم بيتكيف مع الوضع، حتى يعني طيب شو بيتكيف؟ شو يعني احسن اليوم يعني ما انزل قوس على العسكري لانه بيمثل السلطة؟ لا، بس انه كمان ما عم بيعبر انه في وضع استثنائي، بلد دولار فوق المئة ألف ليرة، ما في ردة فعل عند العالم. بتشوف ردة فعل العالم طبيعية؟ لا، بس حاولوا، يعني عملنا ثورة طويلة عريضة من سنتين، من ثلاث سنين، ما نجحت. هون السؤال، ليش ما نجحت؟ هلا اسباب مختلفه، منها
أنا برأيي ضعف الثورة النفسي، ما قدرت الثورة تنتج قيادة، بلا قيادة ما حطوا الأحزاب إيدهم عليها والناس رجعت كمان عند هاي. طوايفها. بس كان في مد، يعني اليوم لما عندك كان في فترة بفترات 200 300 ألف شخص، هاي لو عملوا حزب وقلب كل هاي. اليوم كان الأساس بالنسبة للثورة، وحاولنا كتير إنه عملوا قائمة واحدة بكل البلد 128 واحد، ولاقوا الطريقة حتى تتوصلوا لها. تعرف مشكلة الثورة، وهيدي عندها تفسير تاني برأيي، بس ما بدنا ندخل فيها لأنه فشلت الثورة للأسف يعني. بس كان في طرق تانية كانت حاولنا نقدمها بمجلس منتخب للثورة، وتقدمنا كتير فيها بس ما حالفنا الحظ، وكان بدها أموال مهمة حتى تقدر نرتب على مستوى الوطن انتخابات تطلع بمجلس الثورة يعني منتخب. استاذ بلاط، حكيت من شوي عن الوضع الاقتصادي، بدنا نفوت بهذا الموضوع. رح نحاول نعمل معاينة أولى لهذا الوضع. ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ منير راشد. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ انطلاقا من خبرتك بصندوق النقد الدولي، لما بيقول صندوق النقد الدولي الوضع في لبنان خطير ورح يوصل لمرحلة اللا رجوع، شو بكون عم يحكي؟ شوف، يعني صندوق النقد الدولي بحذر انه الوضع صعب جدا، ما في شيء ما يوافق معه انه ما في رجوع، كل اقتصاد ممكن يوقع وفي اصلاحات. المشكله الاساسيه احنا ما عم نقوم باي نوع من الاصلاح، فبحذر انه لازم ناخذ اصلاح. هو بحبذ انه نمشي بالاصلاحات المطروحه من صندوق النقد، ولكن صندوق النقد، برنامج صندوق النقد فيه فجوات كبيره، واهم فجوه فيه هو انه بيدعي بيطلب شطب الودائع، او ما بسميه يعني بغاء الخسارات اللي هي بيعتبرها خسارات مصرف لبنان، هي 73 مليار دولار، اللي هي ودائع المصارف في مصرف لبنان، ودائع المصارف في مصرف لبنان هو يعادلها ودائع الناس من المصارف. فما فينا نعتبر انه خلص نحن ما عاد فينا، انه من 3 سنين بيقولوا اذا ما صلحنا ما بقول في قدره للرجوع عن الازمه، ولكن دائما الاصلاح موجود بتوفر، وفي طرق اصلاحيه ما بدون نشاط بالولايه، وانما نستند إلى إعادة جدولة الودائع، جدولة المطلوبات الودائع أو ودائع المصارف في مصر لبنان. شو بينعمل هلا بفترة الشغور برأيك؟ نحن بوقت ميت إذا بدنا نقول. شوف، في يعني نحن بهمنا العمل على القرارات أو الإجراءات اللي ما بتطلب مراسيم أو قوانين بسبب الظرف اللي اتصلت عنه. أول إجراء مهم جدا ممكن نأخذه هو التحرير الكامل لسعر الصرف. الناس بتخاف من كلمة تحرير كامل لسعر الصرف. اليوم سعر الصرف عندنا 13 سعر صرف، والمصارف ممنوعة من التعامل بالسوق، يعني بسوق القطع. فالمصارف ممنوع يكون عندها عملات صعبة، إذا حطيت فيها وديعة ما فيك تبيع على المصرف بسعر السوق. تحرير سعر الصرف برجع الثقة وبرجع سيولة المصارف، المصارف يصير فيها تقاطع في سوق القطع، وبعدين كل الودائع الموجودة هلا المرتهنة بالمصارف، الدولار المصرفي ما بعود موجود، يصير الدولار المصرفي والدولار الكاش نفس الشيء. فهيدا بيأدي لك يعني المشكلة عندنا، هيدا بيعطيك سيولة. الأزمة عندنا هي أزمة سيولة، بدت الأزمة بأزمة سيولة في المصارف، لأن مصرف لبنان بتوقف من إعطاء السيولة، حط قيود عديدة على كيف تتصرف الودائع الناس. هذا الإجراء الأول هو تحرير سعر الصرف، الإجراء الثاني هو بحاجة لنا إلى إعادة جدولة كل الأصول والخصوم، يعني الالتزامات المصارف والالتزامات الدولة والودائع اللي هي التزامات عن المصارف والتزامات الناس للمصارف. كل هذه الالتزامات والموجودات اللي بيقابلها موجودات تحتاج إلى إعادة جدولة. كل بنك ممكن يقوم بإعادة جدولة لوحده إذا ما بيحتاج إلى قوانين، وهذا بيسهل
بيعطي الثقه. يعني نحن لازم نحافظ على حق المواطن حسب الدستور انه اوديتك محفوظه. اليوم عندنا مشكله سيوله، فريق السلطه الدوليه عم تطلب باطفاء الخسائر اللي هو بيؤدي الى شطب الودائع باسم 190% من الودائع. فتحرير سعر الصرف واعاده الجدوله بيساعد على تحقيق توازن مالي وربط كبير بالعجز. احنا الانهيار سعر الصرف هو بسبب العجز الكبير في ماليه الدوله والعمليات الشبه ماليه اللي عم بيطبع يعني من خلال طبع نقد من ابن مصرف المال. هذا اللي عم بيصير متخذين في هذا الاتجاه. وهذه ثلاث اجراءات وقفوا ببلشوا بيبدوا بتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان. وهذا انا يعني الحديث وناقشته مع اقتصاديين عالميين موافقين على الطرح بدل خطه دوله وخطه صندوق المال الدولي. بدي أتشكرك الخبير الاقتصادي منير راشد، وأعود في كواليس الأحد إلى ضيف صوت لبنان البروفيسور شبلي ملاط. الموضوع الاقتصادي، الحل المنشود بضوء الشيء اللي سمعته هلأ من شوي. هلو شفت الأفكار الجديدة. أنا مع الدكتور منير تحرير سعر الصرف. أصلا من سنتين كان عملت دراسة نشرتها النهار اسمها تنقية النظام النقدي في لبنان، وأساسها كان أنه نسوا الليرة اللبنانية بتعاملكم الخاص، يعني اشتغلوا يوميا يا أصدقاء، يعني سكلكم يعني بيسموه المجتمع المدني بالدولار، لأنه فكركم بالدولار. ليش؟ حتى يكون فيها الهوة بين الليرة والدولار. هيدي طبعا ما بتنسحب على القطاع العام، لأن القطاع العام المعترين الموظفين عايض بالليرة، ما بتقدر تفرض على الدولة أنه تدفع لهم بالدولار. بس بالقطاع الخاص وترجلج القطاع الخاص شوي، يعني في حركة اليوم وبتعرفها من السير. يعني صار في عجلة سير مجددا، إنه سنتين ما فيها عجلة سير البلد. الدولار شوي الرواتب والأمور، تمام، كل شيء عم يتدولر، وهذا شيء منيح. واللي عم يطرحه الدكتور منير أنه دولروا كل شيء، لا دولروا كل شيء. كيف الدولة تدفع لموظفيها؟ بشو؟ ما معها دولار. وبعد عم تدفع لهم بشكل معقد. وهي بس اللي عم يطرحه كمان إعادة جدول اتنيناتهم للأسف بيحتاجوا لحكومة. يعني مش صحيح انه بيقدر واحد يعملها. والمعبر انتخاب الرئيس، والمعبر انتخاب الرئيس. هلا شو بينعمل اذا ضلت العمليه سنه سنتين؟ انا من الاشخاص اللي عم يطرحوا كيف نقدر نعطي نمو للبلد بغياب الدوله. ممكن هيدا الشيء؟ ايه، مثلا قصه طرابلس. هذا الطرح انه اليوم اذا قدرنا توصلنا لطريقه انه مثلا بطرابلس ومنطقه طرابلس بالشمال ترجع الكهرباء، تعمل دوارين اقتصادي جدي وبتنسحب على محلات. منا بحاجة اليوم للدولة لهالموضوع، يعني مبادرات محلية. مزبوط، مبادرات، ومبادرات تساعدنا الدول فيها، مش بانتظار حضرته صندوق النقد يصير فيه رئيس جمهورية. إذا طولت وإذا بدأت وصار فيه حكومة بتشجعها أكثر، وإذا ضلينا بلا حكومة ومنهارين هيك على الأقل بيصير فيه حركة اقتصادية جدية ما حدا بيقدر يمنعها. مين بيقدر يمنع اليوم الحكومة الألمانية تتفق مع الفعاليات بالشمال مشان خطة كهربية جدية؟ شفناها بزحلة أو خطة مثل زحلة. يعني في إمكانيات اليوم جيب روح للبلد بغض النظر عن الدولة للأسف اللي هي قايبة. حكينا عن الأزمة اللي نحن فيها، بدي رأيك بإدارة الشغور الرئاسي اللي عم بيصير بمجلس النواب وعلى صعيد مجلس الوزراء. منيجي بدنا نعمل جلسة لمجلس الوزراء بدنا ندفي تدخل مجلس الأمن. إيه مش معقول بلد. تصور اليوم هنكون تصور بفرنسا مثلا ما في رئيس جمهورية ومعطل، بأمريكا ما في رئيس جمهورية ومعطل، ما بيمشي شيء، ما في وجود. اليوم الحكومة ما لها حق تلتقيم بلا رئيس جمهورية. رئيسنا منه الأستاذ مئاتي مش راكبي. ما فيها حل. هاي الحل الوحيد انه اذا بدنا نرجع للدوله يكون في دوله، انه يكون في رئيس جمهوريه. انه خايف من موضوع انهيار مؤسسات الدوله. يعني عم نشوف موضوع القطاع العام تفضلت وحكيت عنه من شوي. اليوم انا كان عندي تجربه في معامله بوزاره الماليه، بفوت على وزاره الماليه اللي هي يفترض تدخل ايرادات للدوله، ما في الا المدير العام، ما بيجوا الا نهار واحد بالاسبوع.
في خوف على تحلل الدولة كليا ومؤسساتها؟ كليا شو يعني؟ يعني تقريبا نحن انحلال فعلي، بتصير أكثر أنه بتسكر تماما، بتصير شو بيصير وقتها؟ الله يساعد الناس، بتنهار، بيزيد تعتيرهم يعني. بس إن شاء الله بيصير في رئيس قبل يعني، تعطي إنعاش للأمور. بس لا فعلا في خطر، بس قلت لك يعني قراءتي اليوم أهم شيء ما يصير في عنف. أنه طيب تعطلت، عم شوف التعطيل يعني، الناس اللي ما عم تفوت على المستشفى لأنه في تغطية، في شيء مذهل يعني. بيبقى شق آخر بهذا الحوار معك، الخارج ولبنان. شو سر هالبلد هيك بوابه مشرعة للخارج؟ أنه طبعا تاريخيا قلت لك عم اشتغل على أوراق الأستاذ ميشيل شيحة، بيقول إشياء كتير حلوة، أنه البلد له 4000 سنة مشرعة للخارج، لأنه ممر، ممر الجغرافي، موقع الجغرافي بين من بين آسيا وأوروبا. يعني بيقول في محورين، محور شرقي غربي ببلش بأقاصي الصين وبيوصل عنا على البحر الأبيض يعني بيصب عنا، وفي من جنوب أفريقيا لنروج في خط حلو كتير الفكرة. بعتقد هيدي موجودة وبلد صغير. وبعدين اجينا الله يرحم بيك، طيب شو جيراننا اسوج ونروج؟ عنا الله يساعدنا دولتين بتخوف يعني، كل وحدة بوحشيتها الخاصة، بنظامها الخاص المتوحش، اسرائيل وسوريا. هالبلد محكوم، ولا عنا هالاوسع يعني، عنا مشكلة ايران والسعودية الى اخره. هلا بالنسبة للرئاسة، هذا خطأ تدخل فرنسي يعني، شو بدهم الفرنسوية؟ شو بخصهم يتدخلوا بلبنان يعني حتى ينقوا رئيس؟ أو يعني في شيء مش طبيعي بالتحرك. تصور اليوم جاي إيران تبعت إنه أنا تعالوا تفضلوا تحكوا عني، ما أنت مال إيران أرفع من فرنسا بالشأن يعني، بتتحرك عن طريق حزب الله، يتحركوا الفرنسيين مع محبي فرنسا بلبنان. بس هالفكرة إنه نحن منجي منقرر لكم وين الرئيس ومنعمل لكم خطة طويلة عريضة ومنقول له للأستاذ لامين فرنجي شو الضمانات ونبعث ضمانات على السعودية يعني، في شيء خيالي بالموضوع اصلا ما له نتيجه يعني. بيبقى شو لازم ينعمل حتى لا يتحول لبنان الى ساحه لحروب الاخرين مثل ما كان يقول الكبير غسان تويني؟ البعض عم بيقول الحياد البطرك، مشروع الحياد قابل لبلد مثل لبنان؟ يعني شو هو الحياد؟ الحياد اليوم يكون استقلال، نحن كل شيء مطلوب منه استقلال يعني، مش كل ما دق الكوز بالجره كل واحد بيلتطي حول دولة قريبة أو بعيدة يعني، مش صعبة. هذا الأساس، ما في بلد إذا ما عنده استقلالية بقراره. اليوم عم تضعفنا بهالموضوع الأساسي تحركات فرنسا، خليها بلبنان يحلوا مشكلتهم، يقبعوا شوكهم بإيدهم، مش ضروري نروح على السعودية أو على إيران تنقول فيتو هيدا تبعك شيلوا الفيتو. ما الأفريقاء بلبنان عندهم استقلالية كافية اليوم تقرروا. اليوم إذا حزب الله قال طب أنا بدي أمشي مع شبل الملاط، إيران رح تقول له لا. وشفنا بال 2016 يعني العوامل الداخلية يمكن هي اللي فرضت طبعا المعايير. لبناني مهمة وموجودة، لازم نستفيد منها. بترك لك الكلام الأخير، معك دقيقة صرنا على آخر هذه الحلقة استاذ شبل الملاط. يعني فعلا أنا بدي بس هالحديث مركز قديش شعبنا شعب بطل وشجاع، وقديش قضى بلا ما يلجأ للعنف، وهيدي إن شاء الله بتعطي نتيجة. بيبقى أنه وصلنا إلى خط النهاية. شكري لك بروفيسور شبلي ملاط على تلبية الدعوة إلى كواليس الأحد. موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل في مثل هذا الموعد، فإلى اللقاء.